السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كان رحبوا بكم مشاهدي الكرام، وكنتمنى لكم إن شاء الله عيد مبارك سعيد، وأعشركم مباركة إن شاء الله. هنا إن شاء الله غادي نصوبوا لكم هذه الوجبة اللي يمكن نحضرها اليوم العيد، يعني اللحم بالبرقوق والمشماش، اللحم يعني الطاجين شي حاجة طوب اللي تجي زوينة. اللحم يعني غادي نطيبوه في القميلة، ما غاديش نطيبوه في الطاجين بطبيعة الحال. كيجي زوين. انا 2 كيلو ديال اللحم تقريبا، 2 كيلو فايته شويه، وعندنا بصله واحد 6 البصلات كبار، بيضين، عندنا البرقوق اللي غادي نطيبوه، راه كتعرفوا كيفاش تطيبوه وتعسلوه، عاد ديروه للطاجين ديالكم ملي يعني يطيب. ايضا المشماش كذلك. هنا عندنا بيض السمان اللي غادي نطيبوه نسلقوه ونحيدوا ليه القشره، هو باش نزينوا به هو والبرقوق والمشماش. عندنا هنا تحميره، وعندنا سكنجبير، عندنا القرفة عواد، وعندنا الابزار، وعندنا شويه ديال الجنجلان اللي غادي نديروا البرقوق ديالنا والمشماش، وعندنا هنا شويه ديال الملحه، وعندنا القزبور، قزبور بوحدو. غاديش نديروه في البدايه ديال الطياب، غادي نخليو الطاجين ديالنا حتى نقولوا طيب، ونديروه ليه واحد شويه ونحيدوه، نحيدوا اللحم ديالنا فوق النار. هكا غادي نديروا باذن الله، وغادي نحصلوا على طاجين رائع رائع رائع. غادي خصنا زيت الزيتون مع زيت العود، زيت الزيتون مع زيت نباتي، نخلطهم باش نطيبوا هذا اللحم ديالنا. عندنا هنا زيت الزيتون وزيت نباتيه مخلطينهم بشويه، يعني زيت الزيتون زيت الزيتون كتطغى على زيت نباتيه. اللي ما بغاش زيت نباتي يدير غير زيت نباتيه، او زيت الزيتون بوحده على حسب الاختيارات ديالكم نتوما. درنا الزيت ديالنا تسخن، غادي نضيفوا لها ان شاء الله البصل. ما غاديش نديروا البصل ديالنا كامل، غادي نديروا غير نصف الكميه، نصف الكميه ديال البصل. نخليوها يطلق لينا هذاك المذاق ديال البصل الا تشوح مزيان، عاد نضيفوا اللحم ونحركوه حتى تقلى اللحم من جميع الجهات، عاد يمكن لينا ان شاء الله نضيفوا ليه البصل المتبقي. العطريه غادي نديرهم في هذه اللحظه ان شاء الله. غادي ناخذوا اللحم ديالنا نديروها هنا، ما علينا الا نحركوا اللحم ديالنا والبصل. غادي نجيبوا التحميره ديالنا ونجيبو سكنجبير، وغادي نجيبو شويه ديال الابزار، ماشي بزاف، ونديرو الملحه، ونديرو ان شاء الله 2 عواد ديال القرفه، 3 ديال العواد ديال القرفه. وهنا خصنا نخلطوا هذا الشيء مزيان، نقلبوا اللحم ديالنا من جميع الجهات باش ياخذ اللون اخر ماشي اللون احمر هكا. نغطيوها شويه
درنا ان شاء الله حركنا اللحم ديالنا مزيان، بدات يعني خدت اللون زوين، وغادي نديروا لها هنا غادي نديروا البصل. هانتوما المقطع اللي بقى لينا هذا البصل فوق اللحم بحال هكا، وغادي نضيفوا الماء. كل مره طلعوا على الطاجين ديالكم حركوه، ضيفوا الماء الا خاصو، يعني ما نخليوش ينشف من الماء، خصنو يشرب هذاك الماء ويطيب في هذاك الماء ديال البصل وداك شويه ديال الماء اللي غنضيفوا ليه، يعني حتى تكح حتى يعني تخرج اللحم ديالنا كلشي داك الشيء، يجي غير شويه ديال اللي دام واللحم. هنا نضيفوه عندنا واحد الكميه اللي تكفينا في الاول، ها هي، ونقصوا العافيه، ما نديروش ديك العافيه مجهده بزاف نهائيا، ما خصهاش تكون العافيه مجهده بزاف، ونسدو عليه ان شاء الله حتى يطيب. من الاحسن تخلطوه مزيان، وغادي نديرو نضيفو ليه مازال شويه د الماء، شويه غير باش يكمل الطياب ديالو. دائما اللحم خصها تجي فتيه، ودائما ديروا شريو اللحم تكون شتو ديك البصله تبارك الله كلها دابت. السلام عليكم، مرحبا بكم اخواني خواتي. هذا هو الدجاج، اللحم ديالنا، الدجاج ديالنا، اش من الدجاج، فين شفتوا شي دجاج، شي دجاج غلطه هنا. هذا هو اللحم اللي طيبنا لكم اليوم، اللي يمكن اليوم ديروه للعيد ان شاء الله، بالبيض وبالسمان وبالبرقوق، اللحم يعني كيجي فتي. المهم عندنا ان اللحم ديالنا خصنا نديرو هكا ويجي يجينا فتي، اللحم يجينا فتي مزيان، كيجي بنين رائع ان شاء الله. نتمنى منكم تجربوا، غادي يعجبكم، وردوا عليا ان شاء الله. اللي جرب ورد يرد عليا واش جا زوين ولا ما جا زوين. الا جا زوين بصحته، ما جاش زوين اش غنديروا معاه، نقولوا ليه بصحته حتى هو. مرحبا بكم اخواني، كنحييكم ان شاء الله، جربوا غادي يعجبكم باذن الله. نتمنى لكم كل التوفيق، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.